مساء الخير جميعا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. ببدايه كلمتي حابب اقدم شكر لكل الداعمين لمصلحه رجال الاعمال، لكل السبونسرز يلي ساعدوا انه نلتقي نحن هون اليوم. بدي خص بالشكر كمان فريق عمل المصلحه وعلى راسه نائب الرئيس رفيقنا زياد دجاني، الشكر كمان الكبير لرؤساء الدوائر الخمسه بالمصلحه، بتشكر كمان المجلس الاستشاري للمصلحه، ممثلي المصلحه بالمناطق وموظفين مكتب المصلحه، شكر كبير لكم كلكم. نحن عم نجتمع اليوم قبل باربع ايام من استحقاق هام وهام جدا، استحقاق نطروه اللبنانيه لمده سنتين ونص. الاستحقاق راح يخبرنا عنه اليوم سعاده النائب زهره يلي برحب فيه، وعلى بعد اربع ايام من هالاستحقاق الهام بدي باسم رجال الاعمال بالقوات، ويمكن عم بحكي عن جزء كبير من الشعب اللبناني، وجه اليوم رح سميها صرخة. صرخة من كل رجال الأعمال وأرباب العمل والمستثمرين يلي منتواصل معهم بشكل شبه يومي. الوضع الاقتصادي اليوم قبل هالاستحقاق وصل لمرحلة غير مسبوقة. ما بعتقد بتاريخ الجمهورية اللبنانية وصلنا لمحل باقتصادنا للي وصلنا له اليوم. يعني ما بدنا نتطلع بأرقام وتقارير مثل ما عملنا السنة الماضية بتذكر، ولكن أي شخص اليوم إذا كان رجل أعمال مستثمر صناعي بأي قطاع إنتاجي عم بيشتغل تسأله سؤال واحد بيقول لك إنه الوضع من أسوأ ما يكون. والأسوأ من هيدا إنه ما في حلول جذرية لكل مشاكلنا اللي عم نعاني منها. يعني الحلول يلي عم نقوم فيها حلول جزئية وبأغلب الأحيان غير ناجحة. اليوم باسم رجال الأعمال حابب ضوي على بس مشكلتين من مشاكلنا الكتيرة. يعني نحن بلبنان مشاكلنا إلى أول بس ما إلى آخر، ونحن أملنا على عهد جديد أنه يكون إلى أول ويصير إلى آخر. أول مشكلة حابب ضوي عليها يلي يمكن سمعنا عنها كثير وزهقنا قد ما سمعنا عنها وزهقنا قد ما حكينا فيها، يلي هي مشكلة الفساد. مشكلة الفساد بلبنان بدي ضوي عليها من ثلاث زوايا اليوم. أولاً، الفساد هو العدو رقم واحد لقيام أي دولة حديثة. الفساد هو العدو رقم واحد لقيام نهضة اقتصادية بأي بلد. اثنين، المضحك المبكي بموضوع الفساد انه الكل بيصرخوا طلع صرختهم ضد الفساد. طيب ما في حدا الا ما بيصرخ ضد الفساد، يعني لو قلنا في كل الناس عم بتصرخ ضد الفساد وشي واحد او فئة قاعدين مش عم يحكوا بنقول هول مشكوك بأمرهم. بس القصة وين؟ انه الكل بيصرخ وبيعيط انه في فساد. طيب يا جماعة، إذا في فساد يعني في فاسد، ما معقول الفساد يولد لوحده بدون فاسد. فإذا في فساد، وبكل بساطة إذا في فساد كمان يعني في فاسد. وبهالموضوع بس بدي أقول شغلة، في شغلتين أكيدين اثنين. أول وحدة أكيد إنه في حدا فاسد، وأكيد أكيد أكيد في حدا مش فاسد. رقم ثلاثة، الفساد هو مش سرقة للدولة. تعرفوا شو هو؟ هو سرقة للشعب، هو سرقة لألنا، هو سرقة لكل موجودين هون واللي موجودين برا. ولما مننظر له بهالطريقة للفساد بتصور
فينا نتفاعل ضده بطريقة أفضل. الحل موضوع الفساد نحكى فيه كتير كمان، بس كمان رح ضوي على ثلاث حلول سريعة يلي نحن بأمس الحاجة لها. أولاً إقرار قانون عصري وفعال لمكافحة الفساد. نحن بنعرف في لجنة الإدارة والعدل بالمجلس عم تشتغل على هيك قانون، وهيدا القانون يجب أن يقر قبل كل شيء، لأنه هو مقدمة للبدء بالإصلاح الفعلي والنهوض الاقتصادي. رقم 2، تفعيل مؤسسات الرقابة والمساءلة اللي هي كتيرة بس للأسف ما بتشتغل، وإذا اشتغلت بتشتغل بالحد الأدنى. 3، وضع آلية عملية وفعالة لمكافحة ومعاقبة المرتكبين من ضمن إصلاح النظام القضائي. بتعرفوا شغلة؟ في قانون فينا نوصفه أنه جيد، وفي قانون فينا نوصفه أنه مش بطال بس بحاجة لبعض التعديلات وإعادة نظر. بس بتعرفوا أي أفضل قانون؟ هو القانون اللي بيطبق. رح أعطيكم مثل، في قانون بلبنان ما بعرف إذا بعدنا نسمع فيه، اسمه قانون مكافحة الإسراء غير المشروع. هذا القانون صدر سنة 1953، عدل سنة 1999، والسؤال هو التالي: كم مرة تحركت النيابة العامة ضد مرتكبين ومخالفين لهالقانون؟ مين بيعرف الجواب؟ ولا مرة. القانون الجيد هو القانون يلي بيطبق. المشكلة رقم 2 يلي بدي ضوي عليها كمان بسرعة، هي يلي بنتناولها نحن كرجال أعمال باستمرار. نحن بنعرف أي شركة أو مؤسسة اليوم إذا عندها سوء إدارة أو عندها سوء تخطيط، بنهاية المطاف مهما عملت رح تفشل، وبنهاية المطاف يمكن تفلس. وهذا المبدأ يطبق على عمل الدولة. اليوم إذا عندنا سوء إدارة بالدولة، إذا عندنا سوء تخطيط أو عدم تخطيط، بالنهاية الدولة راح تضعف، وبالنهاية يمكن ما تفلس مثل الشركة. بس تعرفوا شو الفرق؟ الفرق لما الشركة بتفلس بنضروا موظفينا، بس لما الدولة بتفلس بنضروا كل المواطنين. اليوم إذا في مشكلة عم تواجهنا كدولة أو في مشاكل عم تواجهنا كدولة ومش عم تنحل، شو يعني؟ يعني شغلة من اثنين، أو مش عم نسعى لحلها، أو الحلول اللي عم نطرحها مش كافية أو سيئة بأحسن الأحوال. شو يعني؟ يعني ما بقى فينا نكمل بتجريب الحلول اللي ما وصلت لحل. المطلوب إعادة نظر بإدارتنا لأمورنا بالدولة. ما بقى فينا نكمل بسياسة سيري وعين الله ترعاكي. عين الله سترعانا، بس نحن كمان لازم نشتغل ونجد ونصلح أمورنا. إذا الحلول اللي عم نجربها بمواضيع مثل الكهرباء والنفايات وتصريف الإنتاج الزراعي وزحمة السير والبيئة وتصريف مياه الأمطار مش ناجحة، فلازم بكل بساطة إعادة النظر فيها. الحل بصورة سريعة: تحديد المشاكل يلي بيعاني منها كل قطاع، ورسم خطط حديثة مع خطط بديلة، لأنه أوقات كتير بيكون عندنا خطة ما بتشتغل، شو بنعمل؟ نوقف. إذا في خطة بديلة ننتقل للخطة البديلة. مكننة إدارات الدولة، وهذا موضوع هام وهام جدا، معظم إدارات الدولة غير ممكننة، وهذا بيقودنا لموضوع الحكومة الإلكترونية اللي هو ضرورة وضرورة قصوى لبدء أي عملية إصلاح بهالبلد. بحديثي مع رجال الأعمال كتير نتناول هالموضوع، رح لكم شو هو. منقول لبعض أنه شعبنا بالاغتراب ساهم ببناء دول حديثة كتير ونجح، ونسأل ليش نحن ما قدرنا كشعب نبني دولة حديثة. يعني رح خبركم شغلة، أنه نفس هالمجموعة بتروح على محل معين تنجح فيه تجي على لبنان وبتفشل. والسبب، السبب أنه موجودة بمحل مش عم بيأمن لها فرص النجاح، وموجودة بمحل عم بيحاربها. ومشان هيك كشعب وكدولة في اشياء كتير ناقصتنا. ما عندنا كهرباء، ما عندنا مي، ما عندنا مواصلات حديثة، ما عندنا نظام نقل عام حديث، ما عندنا مدن صناعية مثل بقية الدول اللي حوالينا، ما عندنا مستثمرين داخليين وخارجيين بدل ما يكونوا الرسامين موجودين بالبنك ومبسوطين فيها.
ما عنا وما عنا وما عنا. إذا خبرتكم شو ما عنا اليوم يمكن طول عليكم. رح أختم وأقول يمكن يلي سمعناه هيدا عن كل المشاكل وعن كل الصعوبات اللي عم تواجهنا كشعب وكدولة يمكن تخلي الإنسان يئس ويستسلم. بس بدي لكم شغلة، نحنا مش رح نئس ولا رح نستسلم. تعرفوا ليه؟ لأن قوات. والقوات ما تعودت أنها تستسلم وتئس. ومثل ما نحنا بالسلم الإيد اللي بتعمر، ومثل ما نحنا وقت الخطر قوات، نحنا وقت ما يحين موعد قيام الدولة وهلأ حين كمان قوات. ومثل ما القوات دافعت عن وجود وبقاء لبنان وضحت بالغالي والكتير، ستقوم أيضا بالعمل بدون كلل أو ملل على نهوضه ليصبح مش بس دولة ولكن دولة حديثة. اليوم مثل ما كنا رأس حربة في الدفاع عن سيادة وحرية واستقلال لبنان، كمان رح نكون رأس حربة في محاربة الفساد وإعادة بناء الدولة العصرية والحديثة. هيدا وعدنا وهيدا عهدنا لألكن. عشتم، عاشت قوات اللبنانية، عاش لبنان.